سلام الله عليكم يا أحلى مشتركات، ومرحبا بكم في فيديو جديدة على قناتكم شهيوات جزائرية. الوصفة تاع اليوم أو الطبق راح يكون شخشوخة الضفر الصناعية، وسبق لي وحضرت هذا الطبق بالدجاج وطلبوه مني بعض الأخوات أني نعود لهم هذه الوصفة بالتفصيل، ولكن الطبق تاعنا تاع اليوم راح يكون باللحم. نحتاجو لهذا الطبق قطع من اللحم الغنمي، عندي حميصة تكون مشمخة، حبة بصل تكون مرحية أو مسكرفجة، حبة طماطيش تكون مرحية، ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، ربع فصوص تاع الثوم يكونوا مسكرفجين، ونصف ملعقة كبيرة ملح، عكري، فلفل أسود، ورأس الحانوت، باكي من شخشوخة الضفر. أنا استعملت هذه النوعية دارنا. راح نبدأ أولا في تحضير المرق. هنا في قدرة حطيت نصف ملعقة كبيرة سمن مع اللحم الغنمي، نضيف عليهم حبة بصل تكون كبيرة ومسكرفجة أو مرحية، ونضيف أيضا الحميصة المشمخة، يعني الحميصة تاعي هنا يا البنات ماهيش طايبة، ونضيف أيضا ربع فصوص تاع الثوم اللي كنت سكرفجتهم، ونضيف الملح يعني حسب الرغبة. نخلط شويه هاد المكونات، ونضيف توابل ملعقه صغيره فلفل اسود مع ملعقه صغيره راس الحانوت، وملعقه صغيره تكون مملوءه جيدا فلفل عكري. نخلط هاد المكونات وهما في نفس الوقت راهم يتقلاو على نار تكون متوسطه، وراح نضيف لهم حوالي فنجان تاع ماء يكون سخون هكذا باش ما يتحرقولناش التوابل. نخلي الكل يتقلى، وهنا البنات ما نضيفوش طماطم مصبره لانه اذا ضفناها الحميصه تاعنا ما راحش تطيب. يعني اول حاجه نقليو الحميصه تاعنا مع البصل، بعد ما تتقلى جيدا راح نضيف هنايا الطوماطيش تاعي اللي رحيتها، ونضيفو ملعقه كبيره من الطماطم المصبره، نخلطهم ونغطي عليهم ونخلي الكل يتقلى جيدا. هنا يا خياتي اهم خطوه في اي طبق انكم تخليوا الطبق تاعكم يتقلى جيدا، يعني وتعطيوه كميه مليحه من التوابل وتعطيوه الوقت الكافي باش يتقلى المرق تاعكم. كما كان يقولوا ناس زمان، اعطي للبرمه تعطيك. هنا بعد ما تقلى كلش مع بعض، الله الله، يعني خليتهم تقلاو على خاطرهم، راح نبدا نمرق بالماء سخون، يعني دائما تمرقوا بالماء سخون. وهنا حنضيف الخضرة، أنا استعملت غير زرودية، وانتوما خياتي كل واحد حر في دارو، يعني إذا وليداتك يأكلوا القرعة يأكلوا اللفت ما على باليش، ديري أي حاجة يأكلوها وليداتك، مشي شرط أنك ديري غير زرودية. يعني أنا في الأطباق اللي وجدتهم سابقا دائما نلقى تعليقات على الخضرة. نغطي على القدرة تاعي ونمرو للتفوار تاع الشخشوخة. هنا البنات أنا راح نعمل نصف العلبة أو نصف الكمية. كما لاحظتوا انا الفيديو اللي جاز عملت تريدة بنفس الماركة دارنا، وبصراحة لقيتها نوعية جد رفيعة وعجبتني بزاف، وعلى هذا اليوم راح نعمل نفس النوعية لكن راح تكون شخشوخة الضفر. هنا البنات اهم خطوة في هذه النوعية تاع المعجنات هي كمية الزيت، لازم تحطي كمية مليحة في الفورة الاولى، ونعمل بهذه الطريقة باش نحاول اني نغلف كامل الحبيبات تاع الشخشوخة بالزيت. بعد ما تغلفت كامل الشخشوخه تاعي راح نفرغها في الكسكاس ونفوروها، يعني هذه الفوره الاولى. هنا خياتي لازم المرق تاعكم ما يلامسش الكسكاس، سينو راح تتعجن الشخشوخه. بعد ما جازت عليها 10 دقائق راح نحيها من الكسكاس. شوفوا هنا الفوره الاولى مازالت كل حبه وحدها. هذه المعجنات ما تحتاج بزاف الماء او المرق، يعني ندير لها حوالي نصف كأس ماء ما يعادل 100 مليلتر. أنا هاد الكمية سقيتها ب 100 مليلتر. باستعمال ملعقة راح نعمل هاد الخطوة لأنها مازالها سخونة هكذا باش كمية الماء تتوزع على كامل حبيبات الشخشوخة. نخليها تتشرب شوية، وبعد راح نعمل هاد الخطوة بيدي بهاد الطريقة. ونزيد نفرغها في الكسكاس ونخلوها تفور للمرة الثانية مدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق نحيها ونضيف لها هنايا ملعقة صغيرة من الزبدة. يعني شوفوا خياتي راهي كل حبة وحدها، يعني ما شاء الله. وهنا راح نسقيوها بالمرق تاعها، يعني الفورة الثانية راح تسقيوها بالمرق تاعها. هنا نحيت حوالي نصف كأس دائما، راح نضيف عليه ملعقه صغيره من الطماطم المصبره،
هكذا باش تعطي هذيك الملعقه صغيره تاع الطماطم راح تعطي لون الشخشوخه. نفرغ عليها هذاك المرق بهذه الطريقه، وبنفس الطريقه نحاول اني نمد كامل المرق للشخشوخه. نخليها تتشرب شويه ومن بعد راح نعمل لها نفس الطريقه. انا تعمدت اني نعطي لكم هذه اللقطات يعني باش تشوفوا الشخشوخه تاعي يعني ما شاء الله وكاني مازلت ما فورتهاش، يعني محافظه على قوامها كل حبه وحدها. نديها تفور المره الثالثه دائما 10 دقائق. هنا الشخشوخه تاعنا سي بون، يعني فورتها 3 فورات والمرق تاعي راهو نشف واللحم تاعي دخلوا الطياب. راح نحي اللحم ونحي زروديه ونصفي المرق، يعني المرق تاع اللحم دائما تصفيوه. في نفس القدره راح نرجعها على النار تكون قليله ونحط فيها شخشوخه مع ملعقه صغيره زبده ونبدا نضيف في المرق. هنا البنات المرق ماهوش لازم حتى تتغطى الشخشوخه، راح نضيفه غير بشويه ونخلط ونشوف. هنا انا لقيت الكميه تاع المرق كافيه، نغطيها ونخليها حوالي دقيقه حتى لدقيقتين ونطفي عليها النار ونخليها مده 3 دقائق ونسربيها. وفي الاخير راح نزينها، وتزين دائما اختياري. زينتها كما راكم تشوفوا بالبيض المسلوق والزروديه والحميصه واللحم. ان شاء الله خياتي يعجبكم الطبق تاع اليوم وشهيتكم ان شاء الله في الجنه، ونلتقي في فيديو لاحق، والسلام عليكم.